أخبار اليوم. منتخب شهر 9 هيبقى عنده مباراتين وديالين وأول ماتش هيلعب 3 في طول الماتش. طيب أخيرا خلينا نسألك عن توقعاتك. القرعة رائعة، أنا شايف القرعة رائعة. أنا لو كنت سألني أي واحد من التصنيف الأول عايزه كنت أقول تغالب، لو كنت عايز الثالث الكل والرابع والخامس. أنا سعيد جدا في القرعة، سعيد بترتيب المباريات. إحنا نلعب أول مباراة بره، بعد كده نلعب في ملعبنا. لو كسبنا أول مباراتين إن شاء الله في شهر 10 وشهر 11 هيبقى عندنا 6 نقط وهيبقى عندنا فرصة كبيرة جدا للتأهل. أنا عندي ثقة كبيرة في المنتخب وفي الجهاز الفني والإداري. انا تحت امر المنتخب اي حاجه، بس انا شايف ان عادي الكوره هو اللي ليه الدور ده، واذا في اي حاجه في تواصل مع المهندس ايام ليطه المشرف على المنتخب، ولو في اي حاجه بنحاول نلغيها. يعني القاهره والازمه الماليه بتاعتها اللي بتمر بيها؟ لا ما عندهاش ازمه ماليه هي، بس يمكن الازمه الماليه في توفير العمله الحره، ودي موجوده على اللجنه الاولمبيه واللجنه الاولمبيه، وفي ان شاء الله يعني بوادر للحل. ان شاء الله احنا عندنا مباراه المنتخب الشبابي يوم 8 يوليو، لكن نامل ان شاء الله مباراتنا يوم 7 نوفمبر هنبذل كل جهدنا. الموسم القادم لسه بقى ان شاء الله بنشوف الماتش بتاع الموسم بتاع الفتره دي بس.